وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أبوظبي والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث ستهدف قمة أبوظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أشاد رئيس الوزراء بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية، وثمن مدبولي خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على النحو الذي يجسد استكمالا لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتا إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جريد بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وعقب التوقيع أشار وزير الكهرباء إلى أن نطاق الدراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد تمتد لمدة 9 شهور وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة في ضوء التوسعات الهائلة التي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية، وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ. حصلت أوكرانيا على دفعة أولى تبلغ 3 مليارات يورو من مجموع 18 مليارا يتوقع أن تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي في 2023 وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر: تلقت أوكرانيا أول 3 مليارات يورو من برنامج مالي جديد بقيمة 18 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني. وشكر رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ومجموعتي 27 على الدعم القوي لكييف بعد حوالي 11 شهرا على بدء الغزو الروسي. فاز النادي الأهلي على نظيره سموحة ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس مصر. وقال سامي قمصان المدير العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام سموحة سواء من حيث الأداء أو نتيجة، وكل الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه وإصرارهم على الفوز الذي جاء في توقيت مهم قبل مباراة الزمالك في الدوري يوم 21 يناير الجاري.